الزميل وليد الفراج. شكرا للكباتنة في الاستوديو التحليلي. سيداتي يا نساتي، سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في موسم الرياض، في اجواء الرياض، هنا في هذه القمة الكروية الكبيرة، سوبر كلاسيكو العالمي، قمة كرة القدم العالمية بين البرازيل والارجنتين هنا في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض. ليلة كبيرة تنتظر الجمهور الرياضي لمتابعة أكبر نجوم كرة القدم هذا المساء بين المنتخبين الكبيرين البرازيل والأرجنتين، السوبر كلاسيكو العالمي. وكل عشاق الكرة في كل مكان لابد أن يكون عندهم خيار واختيار، إما أن يكون برازيليا أو يكون في صف راقصي التانغو. نحن وإياكم على موعد مع هذه المباراة الكبيرة عبر MBC Action، ونأمل أن نستمتع وإياكم بأحداث هذا اللقاء. البداية من جانب ميسي، تمريرة أرجنتينية مبكرة وكرة والتمريرة يبعدها الدفاع في اللحظة الأخيرة. أول فرصة أرجنتينية، أول محاولة على المرمى البرازيلي. قائمة المنتخبين في هذا اللقاء البرازيل: بياليسون، دانييلو، تياغو، مارتينيز. كل التحية لكم أينما كنتم، ندعوكم للاستمتاع معنا بهذه القمة الكروية الكبيرة والمشوقة جدا. كاسيميرو بعد تدخل ردها في المرة الأولى ليؤكدها بعد ذلك في شباك الأرجنتين بحثا عن هدف ثاني تأكيد التفوق في هذا اللقاء. ميسي يلعب الكرة العرضية لكنها بعيدة عن الكل، وفي الأخير إلى الأرجنتين الكرة الثابتة على تنفيذها كالعادة. ليونيل ميسي فرصة متاحة للمنتخب الأرجنتيني تلعب، لكن البرازيل في حالة هجوم التمريرة لكن فيها تغطية خطأ احتسب حكم المباراة على دانييلو. واقفين بشكل جيد على أرضية الملعب، واقفين كويس جدا لاعبي منتخب الأرجنتين على أرضية الملعب، واقفين مليح. وباكيتا هذه برازيلية على حدود منطقة التمرير.
تمريرة، تغطية رائعة من جانب بريدس، محاولة خطيرة تمر وليوبي كرة الضربة لكن انصدمت في الدفاع من ميسي، ضربت كرة ميسي الجدار الدفاعي للبرازيل في ضرباتك اليوم، كان على اعتاب المرمى قريبا من المباراة. كرة ثابتة للمنتخب البرازيلي، محاولة من جانب ويليان بعرضية نحو القائم الثاني، تحضير بالراس، تلاحظ مع انه ميسي يكتب بس من روبرتو جيسوس يحاول يمر امام اكثر من لاعب، يبحث على اليمين دانيلو يلعب ردت خطيره جدا من جانب دانيلو، خطيره من جانب دانيلو، لقطه برازيليه في منتهى الروعه. نعم كانت هتمه مضروب، تمريره نحو جيسوس يحاول يمر امام تغطيه، محاوله مرور وكره فيها تمريره لكنها بعيده على ويليان، بعيده على ويليان اللقطه الاخيره، وفي الاخير سهله التمريره عن جانب السرعه لتاجر يافيكو، تاجر يافيكو يحاول مر لكن الكره طارت عليه ولم يخسر التعامل، لمسه في وسط الملعب بالخطا لويليان، خطيره للمنتخب البرازيلي وعند ليو عدى مر، ليو يحاول على حدود المنطقه والكره خلصها لسون امام ميسي، الثاني كان توقيع نجم المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي من علامه الجزاء ما يتعلق بكره القدم وبوجود اثنين من عمالقه كره القدم العالميه المنتخب الارجنتينيه خطيره على ناحيه اليمنى، رودريك بيلعب كره عرضيه لكنه تسرع فيها وسهله الى حارس المرمى، يلعب الكره لوسينسو تمرير جميل وبعد ذلك تغطيه من باول، ميسي مره اخرى ليو بينيه لكن الدفاع خلصها، خطيره للبرازيل ويليان يحاول يمر، ويليان صدمت في الدفاع من ويليان وفي الاخير ضاعت الهزمه على المنتخب البرازيلي، لقد كان بالامكان افضل مما كان يا جيسوس، كوتينيو عاد لنا شيئا من كوتينيو، لقطه كانت في منتهى الروعه لفيليب يا خطا وابعاد بعد ذلك السعيد هاكوتينيو لكن الابعاد حتم في هذه الافلام، المنتخب البرازيلي تيتي يغير يسحب عثر ليونيل ميسي والكره ثابته على تنفيذ هاكوتينيو، يلعب العرضيه كوتينيو خطيره لكن الدفاع جيده امام المنتخب الارجنتيني، نفس الامر بالنسبه لعشاق رقصي نعم المنتخب الارجنتيني سيبحث عن المحافظه عاديه يسرى، محاوله ميسي امام تغطيه من الدفاع، تصل الى اكونا الارجنتيني على اليمين، محاوله خطيره والكره التغطيه امام، العوده لدانيلو مره اخرى، دانيلو تسديده لك عن مارتينيز، تغطيه وتدخل امام الارجنتيني، الكره تصل عند كاسيميرو عرضيه داخل منطقه الجزاء لكنها سهله لياندرادا، سهله لياندرادا بتقطيع وشكل فيه اللون والعلم البرازيلي، طبعا تغييرات تيتي مرة تصل مرة أخرى، محاولة من جانب ميسي، تغطية وتدخل قوي وبعد ذلك انذار في هذه اللقطة، بطاقة صفراء على المدافع ميليتاو على تنفيذها ميسي، حالة من الترقب والانتظار، أليسون في مرماه، هذه فرصة أرجنتينية من جانب ليونيل يلعب الكرة، يا إلهي فعل ممتاز والأرجنتين في حالة هجوم مرة أخرى والكرة لكنها أقرب إلى حارس المرمى، سهلة لأليسون، فرصة كانت قريبة من خلال تغيير اللاعب على اليسار، حلوة خطيرة وفرصة مباراة من خلال كرة ثابتة على تنفيذها ليونيل ميسي، يبحث عن التسديد كرة لكن عند أليسون، حلوة اللقطة الماضية من جانب اللاعب يستعد لدخول، هذا رودي سيكون جاهز، هنالك أيضا ريتشاردسون لاعب فريق إيفرتون، جيسوس يترك مكانه كوتينيو، محاولة برازيلية عرضية وفرصة لكن الدفاع يتدخل، الإبعاد بعد ذلك إلى كامبوس سيترك مكان لجونزاليس، الإبعاد بعد ذلك تصل في الجهة اليسرى لتاغليافيكو، عرضية بالراس خطيرة لكن عند أليسون، يا لها من لعبة روب، تمرير بوردوس، تياغو عدى ميليتاو جونزاليس مارتينيز أكونا وضعية الهجومية، محاولة تسديد كرة صدمت من محاولة تصل عند اليوم ليحاول التمويل
هذه الليلة أكون عربيا.